اتعرف على الار تي تيز، اتعرف على الراندمايز كنترول ترايلز، تجارب سريه من كل معشر. حنشوف فيهم خطوه خطوه، بس قبل ما احكي انا عندي 30 دقيقه بدي احكي عن تقريبا 61 سلايد، فيعني هلا حتشوفوا اني سريع شوي وحاحكي عن الافكار اللي كثير كثير مهمه، حاطش كم قصه بس هي فعلا ما بتهمكم الشغلات يعني بطشها حاليا يعني كانطلاقه ما بتهمكم. قبل ما نبلش كمان في عندي شويه تعريف ضروري نعرفها مشان لما نخوض الموضوع ما نحس المواضيع مهمه بالنسبه لنا. انتشار مقابل الوقوع، prevalence versus incidence. prevalence هو انتشار، incidence هو الوقوع. prevalence هو عدد الحالات كلياتها على الجمهره، يعني انا اذا عندي جمهره مكونه من 100,000 واحد، قديش عدد المصابين بالداء السكري نمط 2 من نون؟ عدد المصابين على 100,000 هي اسمها انتشار الداء السكري نمط 2. اما الوقوع او الانسيدنس هو عدد الحالات اللي صارت تماما على عدد الجمهره اللي كانت اساسا بخطر، يعني اذا انا عندي 10,000 واحد عندهم جينه بتاهل للاصابه بالداء السكري نمط 2، انصاب منهم هلا بالسنه بين 2015 ل 2016 مثلا 35 واحد، فالوقوع صار 35 تقسيم 10,000، تمام؟ فالوقوع هو الحالات اللي عم تصير جديد، بينما البريفلنس هو كل الحالات الموجوده، يعني الحالات اللي عم تصير جديد واللي عم نحسبها ضمن الوقوع اللي حتصير ضمن البريفلنس، هي الصوره بتوضح هذا الشيء. نحن هون شايفين انا عندي هذا البريفلنس بيز لاين بريفلنس، هدول كلياتهم المرضى اللي معهم داء سكري نمط 2 من اصل الجمهره ككل. هلا هدول معهم داء سكري نمط 2، هدول عم يصير معهم داء سكري نمط 2، فهذا الوقوع تبعي، هذا البريفلنس، لاحظوا انه اللي كانوا بالوقوع رد صاروا في البريفلنس وهكذا. اللي بعدها بايز فيرسز كونفاوندينج، هدول المصطلحين كثير العالم بتخربط فيهم، الانحياز مقابل التتويح، كونفاوندينج بالعربي تتويح او تشويش، مصطلح حتى بالعربي غريب يعني، خلينا بالانجليزي وهلا بشرح لكم شو معناته. البايز هو خطا منهجي بالدراسه، يعني بيجي انا مثلا بعمل دراستي بانتقائي للمرضى اللي انا عم قيمهم بالدراسه برتكب خطا معين، بهي الطريقه انا بكون صار عندي انحياز اسمه سلكشن بايس، انحياز باختيار، يعني انا اخترت طلاب اخترت السبجكتس تبع الدراسه تبعي بطريقه خاطئه كمثال. بينما الكونفاوندينج هو هام جدا، قال هو عباره عن تشويش على نتائج الدراسه. ليش؟ لما بقول انا في عندي عامل متوه او كونفاوندر، عامل عم يسبب لي كونفاوندينج، هذا العامل عم ياثر على التعرض وعلى النتيجه، مثل ما بتعرفوا انا بكل دراساتي خاصه بالدراسات الوصفيه حنشوفها بعد شوي، في عندي تعرض وفي عندي نتيجه، في عندي تدخين، في عندي سرطان رئه، في عندي تدخين، في عندي امراض قلبيه وعائيه، تمام؟ ف لما بيكون بجيب انا عامل، لما بيكون ضمن الدراسه تبعي في عامل عم ياثر على التعرض وعلى النتيجه بنفس الوقت، هذا عامل اسمه تتويه او عامل تشويش. كمثال على هذا الشيء حتى نقدر نفهم الفكره اكثر، شوفوا هون مثل ما قلنا الكونفاوندينج عم ياثر على الاكسبوجر وعلى الاوتكم، عم ياثر على التعرض وعلى النتيجه بنفس الوقت، فهو هون ممكن تكون النتيجه بنهايه الدراسه ممكن تكون الاوتكم تبعي بسبب هذا مو بسبب هذاك. يعني انا ممكن اطلع بنتيجه انه والله التدخين عم يسبب سرطان رئه وهو التدخين ما دخله، او مثلا شرب القهوه، يعني انا بروح بشوف بدي اعمل دراسه انه شرب القهوه عم يسبب سرطان رئه، تمام؟ فبروح انا بشوف والله بيطلع معي فعلا انه نسبه اللي بيشربوا قهوه سرطان رئه عندهم اعلى. طب هذا الحكي صحيح؟ مستحيل، مو يعني مو منطق انه القهوه تعمل سرطان رئه، بس الشيء المنطق اللي بقول لكم اياه انه معظم مثل ما بنعرف نحن معظم شريبه القهوه المرتبين بيكون عندهم شو؟ مدخنين، يعني بيحطوا باكيت الدخان ودولة القهوة جنبهم، فهن اوريدي عم يدخنوا، يعني السرطان صار عندهم بسبب التدخين مو بسبب القهوة، تمام؟ فهون صار التدخين عامل كومباوندر، صار التدخين عم يأثر على شرب القهوة وعم يأثر على سرطان الرئة. مثال ثاني وكثير كثير سهل نفهمه، نقص النشاط الفيزيائي عم يسبب لي امراض قلبية وعائية. طب اذا انا رحت جبت شوفوا شو كاتبين لي تحت، على older people exercise less what if groups differ in age، يعني انه الناس الكبار بالعمر، واحد عمره 80 90 سنه، إيه هذا ما بيعمل رياضه؟ طب بركي انا كانت مجموعه الدراسه تبعي والله مجموعه اعمارها بين ال 50 ل 80 ومجموعه اعمارها بين ال 25 ل 35، مين بده يكون بيعمل رياضه اكثر؟ بذمتكم مبين يعني الشباب، يعني مو منطق. بيجي انا كمان هون اعمل لك الهارت ديزيز، المرضى الكبار بالعمر عندهم خطر الاصابه بامراض القلب الرعائيه، ماشي الامراض القلبيه الرعائيه اكثر من المرضى الصغار، فانا نفس الشيء اذا بروح بجيب والله اذا بجيب مجموعتين مختبتين بالعمل، هذا الشيء حياثر على التعرض وعلى النتيجه تبعي، اذا بجيب انا ناس كبار وعم اقول نقص النشاط الفيزيائي عم يعمل امراض قلبيه وعائيه، طب هذا الكبير هو اساسا يعني اساسا النشاط الفيزيائي بيكون ناقص عنده، اذا عمره 80 سنه ما بيكون فيه حيل حركه طبيعيه ولا حتى يقوم يعمل رياضه. ف
وخطر اصابه بمرض كبير رئوي عنده اكبر، فهو عم ياثر العمر تبعه عم ياثر على تعرضه على النتيجه، صار العمر هون عامل متوه، عامل مشوش، انا ما بحب الكلمه العربيه، خلينا نقول انه هو كومفاوندر، تمام؟ فهمت شو يعني كومفاوندر والاطرح مثال ثاني؟ فهمناها؟ حدا ما فهم؟ الاولانيه شو هي؟ شو في مثال على الاولانيه؟ بايس مثل ما قلت انه انا الانحياز هو خطا منهجي بالدراسه، لنفترض مثلا انا اجيت بدي نقي مرضى لدراستي، قام رحت مثلا ما عملت تعشيه بانتقاء المرضى بالعينه تبعيتي، ما اخذت المرضى بشكل عشوائي، فانا صرت قدام شيء اسمه سلكشن بايس، انحياز الاختيار. نفس الشيء رح امرق على انواع ثانيه من البايس خلال حكي على تصاميم الدراسات. هلا بدنا نفوت شوي بصلب الموضوع، قال عم يسالني انا عندي هذا المخطط، عم يسالك انه ديد انفستيجيتور اساين اكسبوجر، يعني هل الباحث عم يعطي تداخل للمرضى تبعه للعينه تبعه او لا؟ اذا كان ايه فانا صرت قدام دراسه تجريبيه، انا هون صرت قدام الكلينيكال ترايلز التجارب السريريه، فبنشوف اذا هو عمل راندمايزيشن او لا، اذا كان عامل راندمايزيشن فانا صرت قدام راندمايز كنترول ترايل رح احكي عنها بعد شوي. إذا ما عمل randomization ما زلت بcontrol trial بclinical trial بس non randomized ما عادت معشات. هلا إذا كان الباحث هو ما عم يتداخل على المرضى بس عم يراقبهم فأنا صرت قدام دراسة observational يعني رقابية عم راقب يعني. فبيجي بشوف هل هذا الباحث بهي الدراسة في عنده control group في عنده مجموعة للمقارنة مع المرضى تبعوته أو لا. إذا كان ما عنده فأنا بس قدام دراسة وصفية يعني أنا بجيب مجموعة مرضى وبوصف شو عم يصير عندهم، تمام؟ مثل الكروس سكشنال ستدي او شيء يعني مثلا بيجي بيسال المرضى انه انتم عندكم هيك وعندكم هيك بس، تمام؟ وبيجي بوصف الحالات مثل الكيس سيريز، كيس سيريز هي عباره عن عده حالات بمرض معين بوصف شو صار فيهم، تمام؟ هلا اذا كان الباحث في عنده كنترول جروب، في عنده مجموعه شاهد او مجموعه للمقارنه مع المرضى تبعوته، فانا صرت قدام دراسه رقابيه تحليليه، شو يعني؟ يعني في عندي هي عباره عن ثلاث انواع، يا اما عم تكون كروس سكشنال ستدي، يا اما عم تكون كيس كنترول، يا اما كوهورت ستدي، شو الفرق بيناتهم؟ الكروس سكشنال ستدي او الدراسه المقطعيه العرضيه هي عم تصير بنقطه من الزمن، بنزل انا على الشارع بسال الناس، شوف انت بتاكل جنك فود ولا ما بتاكل؟ يعني انت عم تاكل شيبسات وكولا وهالقصص ولا لا؟ لا، ناس عم تاكل ناس ما عم تاكل، ناس بدينه وناس ما انا بدينه. فانا بتكون دراستي مثلا عن علاقه الجنك فود بالبدانه، تمام؟ بنقطه من الزمن، اما الكيس كنترول ستدي بيجي انا بجيب ناس معهم سرطان الرئه وبرجع فيهم لورا، بجيبهم وبسالهم، بجيب طبعا ناس معهم سرطان رئه وناس ما معهم سرطان رئه وبسال المجموعتين انت كنت تدخن من قبل ولا ما كنت تدخن؟ قديش كنت تدخن؟ لقديش تمرين التدخين؟ بس بكون راجع لورا، بصير اسال المريض، بينما بالكوهورت ستدي او الدراسه الحشديه بلش بالمرضى اللي عم يدخنوا، طبعا مو انا بخليهم يدخنوا، بجيب مجموعتين، مجموعة عم تدخن، مجموعة ما عم تدخن وبمشي معهم شي 10 سنين لقدام بشوف مين منهم طور سرطان رئة ومين منهم ما طور سرطان رئة. هلا رح نشرح بالتفصيل أكثر هدول الأنواع. قبل كمان شغلة كثير مهمة هرم الدراسات، مثل ما شايفين بقمة الهرم عند الميتا أناليسيز أو التحليل البعدي هي أقوى دليل علمي. التحليل البعدي هو عبارة عن هلا غالبا عم يكون مدموج مع مراجعه منهجيه، اذا كان عندي سيستماتيك ريفيو مراجعه منهجيه، النتائج النهائيه تبعتها عددية او كميه بعملها شيء اسمه ميتا اناليسيس تحليل بعدي، يعني بدمج كل نتائج الدراسات الموجوده بالسيستماتيك ريفيو تبعي بنتيجه واحده هي التحليل البعدي. التحليل البعدي هو اقوى دليل علمي، يعني انا لما بقرا دراسه ميتا اناليسيس عن موضوع معين بيهمني بكون عم بقرا اقوى شيء ممكن العلمي يقدمه، ليش؟ لانه بكون جامعني كل الدراسات، دراسات عم تقول انه هذا العلاج منيح، دراسات عم تقول انه هذا العلاج مو منيح، دراسات عم تقول انه هذا العلاج ما عم ياثر لا هيك ولا هيك، بجمعهم كلياتهم بيطلع بنتيجه نهائيه. تحت الميتا اناليسيس سيستماتيك ريفيوز يعني مراجعات منهجيه نتائجها مو كميه، نتائجها وصفيه خليني اقول، فانا ما فيني اعمل لها تحليل بعدي، ما فيني اطلع بنتيجه احصائيه، ما فيني اطلع برقم نهائي، فكمان هي اقوى دليل علمي بما يخص هذا النوع من الدراسات. راندومايز كنترول ترايلز التجارب السريرية المعشرة، أنا بجيب مجموعتين، مجموعة بعطيها دواء، مجموعة بعطيها دواء غفل، وبقارن بيناتهم. فأنا عم بتداخل على مرضاي لأشوف إذا عم يتحسنوا أو ما عم يتحسنوا، إذا عم تزيد مثلا عندهم نوعية الحياة عم تتحسن أو لا. كوهورت ستديز اللي حكينا عنها تحت الكيس كنترولز، كيس سيريز أند كيس ريبورتس، هلا كيس سيريز أند كيس ريبورتس يعني ما فكروا إذا هي والله بمكان تحت بالهرم ما لها شغلة مهمة، لا هي شغلة مهمة جدا. بدليل الـ H. pylori الملوية البوابية كلياتنا بنعرفها تعمل التهاب المعدة وتعمل قرحات بلشت من كيس ريبورت
بلشت من احد الباحثين انتبه انه عم يعمل خزعة للمعدة، صار يشوف جراثيم بالنتائج التشريح المرضي تبعه، فقال انه شو هي الجراثيم، شاف عند اكثر من مريض، فبلشت هي بكيس ريبورت كيس سيريز لحتى اخر شيء قدر يثبت انه الاتش بايلوري هي احد اسباب 90% من القرحة المعدية. هي استاذ ميسو انه الاتش بايلوري 90% من القرحه المعديه و100% تقريبا من حالات القرحه العفجيه عم تكون مترافقه مع الجلطومه الملويه البوابيه. اخر شيء باسفل الهرم في عندي دراسات المجرات على الحيوانات او دراسات المجرات للمخارج. يعني انا اي دواء بدي طوره قبل ما بلش طبق الدواء على الانسان بدي اعمل على حيوانات التجربه، هي اللي بتجي باسفل الهرم. ننتقل هلا لانواع سؤال بحثي، حكيته بالمحاضره اللي قبل مثل ما قلنا ما حرجع عيد انه انا عندي اسئله بحثيه عم تسال عن علاج دواء معين، اسئله عم تسال عن تشخيص شيء، اسئله عم تسال عن انذار، اسئله عم تسال عن سببيه مرض معين، اسئله عم تسال عن الوقايه لمرض معين، اذا هذا الدواء بيقي من الاصابه بهذا الشيء او بيقي من نكس هذا المرض، اسئله عم تسال عن الكلفه تبع الدواء، وكان عندي اسئله عم تسال عن نوعيه الحياه. هلا نرجع بالobservational studies، هو عم يقلنا هون انه الهدف من الدراسات الوصفيه او الدراسات الرقابيه انه انا راقب واوصف ووثق الشيء اللي قدامي، تمام؟ يعني انا اذا بروح بعمل كروس سكشن ستدي عن علاقه الجنك فود مع البدانه بطلع اخر شيء بنتيجه انه في عندي ناس بدينين ما عم ياكلوا جنك فود، في عندي ناس بدينين عم ياكلوا جنك فود، نفس الوقت ناس نحفه عم ياكلوا وناس نحفه ما عم ياكلوا، وبوثق هذا الشيء اللي طلع معي. قال هذا النوع من الدراسات بيشكل لي نقطة انطلاق لحتى ابني فرضية بين تعرض وبين نتيجة حتى اقدر فيما بعد اعمل دراسات اقوى، ممكن اوصل لمرحلة randomized trials او systematic reviews لحتى اطلع بالنتيجة النهائية بتخص السؤال اللي انا عم بسأل عليه. ببلش باول نوع من الدراسات هو cross sectional studies. قال هون عم بيقلنا مثل ما حكينا انه الاكسبوجر والاوتكم التعرض والنتيجة عم ندرسهم بنقطة زمنية واحدة. هلا انا عم بسألكم انتم كم واحد فيكم مضغوط بدراسته، تمام؟ هيك عرفتوا؟ وبربط طبعا بكون في عندي شيء بدي اربط ضغط الدراسة فيه، يعني طلاب الطب الفرحانين وطلاب الطب اللي مو فرحانين، مين مضغوط ومين مو مضغوط؟ هلا بهاللحظة هي بس الموجودين بالمدرج هي البوبيليشن تبعك. هي الماوس تبعك. مثل ما حكينا أنا عندي ديفايند بوبيليشن اللي نحن بالمدرج في عندي بصير بجمع داتا بيانات عن الاكسبوجر والمرض بعيد الشر عنكم، الاكسبوجر والاوتكم، وبشوف في عندي ناس متعرضين وعندهم المرض، في عندي ناس متعرضين وما عندهم المرض، ناس متعرضين ناس مو متعرضين وعندهم، وناس مو متعرضين وما عندهم، هذول احسن شيء. تمام؟ هي بكل بساطه يعني الكروس سكشنال ستديز. الحلاوه بالكروس سكشنال ستديز هلا بس تشوفوا بالكيس كنترول بالكوهورت تفرق، يعني بالكيس كنترول بحسب شغله اسمها اودس ريشيو، بالكوهورت بحسب شغله اسمها ريليتيف ريسك. هلا هون بالكروس سكشنال ستدي انا فيني احسب الاثنين، يعني انا بس اجمع البيانات وشوف نتائجي فيني احسب ريليتيف ريسك وفيني احسب اودس ريشيو. ما كثير حافظ بالتفاصيل الاحصائيه تبعهم لانه بدهم محاضرات لحالهم، بس حقلكم الاودس ريشيو ما بعرف شو معناتها بالعربي بصراحه، يعني ولا مره استخدمت المصطلح العربي لها، خلينا على كلمه اودس ريشيو احسن لكم. الاودس ريشيو هي انا عم قيس التعرض، يعني انا مثلا خليني اعطي مثال تدخين وسرطان الرئه، لما بيجي بقول الاودس ريشيو 3 هذا يعني انه المرضى اللي عندهم سرطان رئه هن عندهم احتماليه اكثر بثلاث مرات يكونوا مدخنين من المرضى اللي ما عندهم سرطان رئه. يعني انا بالاودس ريشيو عم قيس التعرض ما عم قيس المرض، ما عم قيس نسبه حدوث المرض، عم قيس نسبه التعرض. برجع بعيدها، المرضى اللي عندهم سرطان رئه عنده احتماليه ثلاث اضعاف يكونوا مدخنين اكثر من المرضى اللي ما عندهم سرطان رئه. فهمناها؟ بينما الريلاتيف ريسك بالعكس انا عم قيس المرض، يعني كمان التدخين وسرطان الرئه خليني اقول، بس انا هون بكون مبلش من التدخين والمرضى طوروا سرطان رئه. بيجي بقول انه المرضى المدخنين عندهم احتماليه ثلاث اضعاف اكثر من المرضى غير المدخنين ليطوروا سرطان رئه. فرقت معكم ها؟ تمام؟ فهمنا هذه الفكره؟ هذا الفرق. هلا بالكروس سيكشن ستديز انا فيني احسب اوت ريشيو، فيني احسب كروس ريليتيف ريسك، طبعا حسب البيانات اللي عندي. هلا بالباقي انواع الدراسات حنحكي كيف بنحسبهم، هذا مخطط ما كثير ظابط.
هلا قال شو الليميتيشنز او شو الديسادفانتجز شو هي مساوئ الكروس سكشنال ستاديز. قال هي عم تقول لي انه بس عم شوف البريفالنت كيسز, انا عم شوف البريفالنس اوف سمثينج, يعني عم دور على انتشار شيء, ما عم تروح تشوف لي الانسيدنس, ما عم تقول انه والله هذا المرض لو كان يسوي هيك الشغله, ما عم تبني فرضيه. تمام, قال هي ابل نوت باسبل تو استابليش ا تمبرال ريليشن شيب, يعني هي ما عم تبني علاقه زمنيه بين التعرض والنتيجه, لانه انا شو عم ساوي, عم شوف التعرض والنتيجه بنفس اللحظه الزمنيه, فهذا اضعف ما يكون لبناء علاقه زمنيه بين التعرض وبين النتيجه. تمام, فلذلك بيقول لنا انه هي يعني احسن لحتى نشوف السرفايفر, دراسات الكروس سكشن احسن لحتى اشوف انا السرفايفر ريت, معدل البقيه لشيء معين, احسن ما اني اشوف معدل وقوع مرض معين, لانه هي ما بتعطيني وقوع. انا اذا جيت شفت زلمه بدين وعم ياكل جنك فود, هذا لا يعني انه هو بدين بسبب جنك فود, بجوز عنده مرض عامله بدانه وهو بحب الجنك فود. تمام, فهي لا تبني العلاقه بين التعرض والنتيجه. نوع ثاني من الدراسات هو الكيس كنترول ستدي, دراسات حاله شاهد. مثل ما قلنا بهي الدراسات انا بوقف شوف المرضى اللي عندهم المرض وبجيب مجموعه شاهد ما عندها المرض وبرجع فيهم بالزمن لورا وبسالهم هل يا ترى كنتم متعرضين لهذا الشيء ولا ما كنتم متعرضين. تمام, فعندي الكيسز مثل ما اتفقنا هن المرضى اللي عندهم الديزيز اللي انا بدي اياه, سرطان الرئه المثال الابدي لنا. الكنترولز هن المرضى اللي ما عندهم سرطان الرئه. قال البوث كيسز اند كنترولز بسأله نفس السؤال, يعني اذا انا بجيب المجموعتين بساله انت عندك كنت تدخن, قديش كنت تدخن, من ايمت كنت تدخن, من ايمت وقفت التدخين, نفس الاسئله بالضبط بدي اساله لمجموعه الشاهد. ولازم اعرف الكيس تبعي بشكل كثير دقيق, يعني لازم اقول لهم انا انه والله الكيس تبعي هن ذكور بعمر كذا لكذا مصابين بسرطان الرئه. عرفت شلون؟ حتى اقدر اجمع حتى هلا بنشوف ليش, لانه مجموعه الشاهد تبعي تمام بدها تكون مشابهه لمجموعه الحالات ومجموعه المرضى المصابين بالمرض اللي انا عم بدرسه. هذا جدول اللي كلنا بنعرفه اسمه جدول 2 ب2. مثل ما شايفين عندنا هون كيسز المرضى والمجموعه الشاهد, تعرض ومو متعرض, بنحطهم A B C D. هلا توتال هون A زائد C المرضى, إذا أتي هن المرضى كلياتهم المتعرض منه وغير المتعرض, بي زائد دي هن اللي مو مرضى المتعرض منه والغير متعرض. شوف هذا أنا شو حاسب آخر شيء, proportions who were exposed, يعني نسبة الناس المتعرضين A على A زائد C, لأنه أنا عندي A هن الناس المريضين المتعرضين على A زائد C على كل المرضى. تمام, المتعرضين وغير المتعرضين, أنا بهي الطريقة بحسب قديش من كل المرضى تعرض عندي. نفس الشيء هون البي هي المتعرضين غير المرضى على بي زائد دي, كمان بحسب التعرض عند غير المرضى لانه بي زائد دي من غير المرضى كلياتهم هن كل الكنترولز, فانا بحسب قديش نسبة التعرض عند هدول الكنترولز. وصلت؟ اكيد. هلا هون بقى بنيجي بنحسب شيء اسمه الاودز ريشيو. مثل ما قلت لكم بالكيس كنترول بنحسب الاودز ريشيو او بنقيس التعرض, بنقيس الاكسبوجر. قال هو مو قلنا احنا عندنا A على A زائد C و B على B زائد D. تمام؟ ف عم يقول لي هو الاودز ريشيو اوت ذات ان اكسبوز بيرسون ديفلوبس ديزيز, يعني احتماليه انه مريض متعرض يطور المرض على احتماليه مريض غير متعرض يطور المرض. فهمناها؟ فهمنا شلون؟ هلا قانونها هو عم يقول لك انه A على B على C, نضرب بمقلوب المقام لانه هلا ما برجع انا اللي قبلها, بس بدي ارجع للي قبلها لكم شغله. هون انا بس عم بحسب التعرض, يعني انا هلا هي ما بدي اياها بالقانون تبع الاودز ريشيو, هون بس عم بحسب التعرض عند كل المرضى وهون التعرض عند غير المرضى. تمام, بس انا اذا بدي احسب احتماليه مريض متعرض يطور المرض هو A على B, لانه المتعرضين هن هذا الحقل A تقسيم B هن كل المتعرضين, مين منهم طور المرض ومين لا. تمام, نفس الشيء المريض غير متعرض يطور المرض سي على دي, بعدين بضرب بمقلوب المقام فبيطلع معي القانون التالي A B D على B C. هذا بنحسب الالتريشن. احنا بكره اذا انتم ما حتقدروا انكم تحسبوا الالتريشن, حتى نحن لما بنعمل ابحاث يعني بنطلب من ناس مختصين بالاحصائيه يعملوا لنا اياها, بس المطلوب منكم انه تعرفوا تحسبوا الاودز ريشيو. يعني لما تشوفوا نتيجه الاودز ريشيو مثلا تساوي 1, شو معناتها؟ مين بيعرف؟ ما في علاقه تماما, يعني الاكسبوجر ما عم ياثر, الاكسبوجر ما عم يكون والله ما فيني اقول والله لما تكون نتيجه 1 انه والله الاكسبوجر عم يعمل لي عم يكون سبب لهذا الاوتكم. تمام, طب اذا كان اصغر من 1؟ لا
الاكسبوجر عامل وقايه. اكسبوجر منيح، اذا كان اكبر من واحد اكسبوجر منيح. تمام؟ فهمناها؟ وين هذا تبع الماوس؟ هي خطه على فكره لا والله العظيم متآمرين علي، متآمرين علي مستحيل. هلا سلكشن اوف كيسز، انا كيف بختار الحالات تبع الكيس كنترول ستدي تبعي؟ بدي اخذ الحالات اللي عم تصير ولا الحالات المنتشره؟ طبعا فيني اعمل الاثنين، يعني انا في حسب السؤال البحثي بدي اشوف شو الحاله اللي اخذها. الحالات اللي المنتشره يعني بيجي باخذ انا مرضى المصابين بالداء السكري نمط 2، قال هن هي اكثر عمليه لدراستي. ليش؟ انا يعني بكون في عندي حالات اكثر، اكيد ما رح ادور على بجوز الوقوع يكون والله 2 3 بالسنه، ما حروح ادور اخذ هذول الثلاثه واعمل عليهم دراسه مثلا. قال وزاد انه الريسك فاكتورز تبع باستخدام حالات الانتشار بيكون متعلق اكثر بنسب البقيه، لانه يعني اذا كان في عندي كثير حالات وانا عم بدرس ريسك فاكتور معين عامل خطر معين وهن متعرضين لهذا عامل خطر وهن ما زالوا موجودين، يعني هذا بيعطيني تخيل انه 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 البقيه تبعهم انه هذا الريسك فاكتور عم ياثر على البقيه بسلبا او ايجابا. يعني قد يكون مثل ما قلنا قد تطلع نتيجه اصغر من واحد ويطلع هو ايجابي ما له ريسك فاكتور فعلا، بالعكس البريفنشن فاكتور. الانسيدنس كيسز قال هي بناخذها بالكيس كنترول ستاديز يلي عم بدرس سببيه مرض معين، يعني اذا انا بدي ادرس السبب لمرض معين بشوف الحالات يلي عم تصير بيجي باخذها ليش عم تصير هي الحالات وبساله انتم على شو متعرضين؟ وقتها ببني علاقه بين اكسبوجر اوت كم ممكن يكون عم يسبب هذا المرض، تمام؟ يعني انا مثل ما قلت لكم حسب سؤال البحثي، مشان هيك حكينا عن انواع سؤال البحثي بالبدايه، حسب نوع سؤال البحثي اذا كان بريفلنس، اذا كان دايجنوسز، اذا كان ثيرابي اتسترا، بستخدم بنتقي الحالات تبعي. هلا مثل ما قلت عندي مجموعه كنترول، في شغلات كثير مهمه بدراستنا، انا لما بدي اختار الكنترولز لازم انتبه لها. اول شيء لازم تكون العينه الكنترول ممثله للبوبيوليشن اللي عم باخذ منها المرضى، تمام؟ يعني اذا انا اخذت المرضى بعيد شرح عنكم من هون، الكنترول اللي بدي اخذه بده تكون ممثله للكل. طبعا في طرق لحساب حجم العينه لحتى اقدر اعرف اذا هالعينه ممثله للبوبيوليشن ولا لا. اثنين لازم يكونوا ماخوذين بطريقه مستقله عن الاكسبوجر لحتى تتخلص مثل ما حكينا من الكونفاوندينج، مثل ما حكيت باول دراسه عن عوامل التشويش او التدويه، حتى اتخلص من هدول الشغلات انا لازم اخذ الكنترول بغض النظر عن الاكسبوجر. يعني ما بيجي والله باخذ المرضى الكبار بالعمر وانا بعرف ان نقص النشاط الفيزيائي عندهم اقل، لا خلص انا ما بدي، يعني بشيل الاكسبوجر على جنب بصير نقي الكنترولز عندي، تمام؟ يعني لازم يكونوا برجع بقول مستقلين عن الاكسبوجر، بحاول انه ما يكون لهم علاقه لا سلبا ولا ايجابا بالاكسبوجر الكنترولز طبعا. وشغله كثير مهمه انه هم لازم يكونوا مماثلين للكيسز، لازم يكون مجموعه الكنترول مشابهه لمجموعه الحاله لحتى ما يصير عندي بايس بالنتائج، يعني ما بيجي باخذ والله بالكيسز الشباب وبالكنترول ختايره. هذا الشيء غلط. رقم ثلاثه الانكلوجن اكسكلوجن كرايتيريا للحالات تبعي اللي ما لها علاقه بالديزيز، يعني انا الحاله تبعي بيجي بقول بدي مرضى سرطان الثدي. بس كل شيء انكلوجن اكسكلوجن كرايتيريا ثانيه معايير تضمين واستبعاد للمرضى يجب ان تنطبق على الكنترولز بنفس الوقت. عرفت شلون؟ بغض النظر عن بس عن المرض انه هدول بدي اياهم معهم مرض وهدول ما بدي اياهم معهم مرض فقط لا غير. كمثال مثل ما قلت انه اذا كانت الحالات والله ذكور بين عمر 25 ل 39 الكنترولز لازم يكونوا نفس الشيء او قريبا الى هذا الشيء، بجوز ما ادرس مع كنترولز بين عمر 25 ل 39 بس بجيبهم والله بين عمر 30 ل 45 مثلا، يعني اقرب ما يكون الى انه يكونوا متطابقين للمجموعتين. هلا في عندي شيء اسمه يوز اوف مالتيبل كنترولز، انه انا بستخدم اكثر من مجموعه شاهد مو مجموعه واحده. قال ممكن استخدم مجموعات شاهد من نفس النوع، عرفت شلون؟ يعني بيجي انا بجيب مجموعه شاهد من البوبيوليشن هاي برجع بجيب مجموعه ثانيه بس بكون مقسمهم لمجموعتين بس نفس الشيء ما فرقوا، هون انا بزيد قوه دراستي لانه عم زيد العدد عم زيد العدد. اثنين بستخدم مجموعات شاهد من ديفرنت تايبس انواع مختلفه، ليش؟ قال انه اذا انا كنت والله الاكسبوجر لل اذا عم بدرس تعرض معين ومجموعه الشاهد تبعي اخذها انا من مشفى، تمام؟ اخذها انا من مشفى معين بس التعرض لمرضى هي المشفى ما له كافي بالقدر اللي انا بدي اياه لحتى ادرس العلاقه بين التعرض والنتيجه. فشو بصير وقتها؟ بروح بجيب مجموعه كنترول من برات المشفى من ناس اصحاء، تمام؟ فهمناها؟ هون انا كمان مشان زيد قوه دراستي ومشان اضمن انه المرضى عندي يعني التعرض موجود،
لانه قد يكون مجموعه الكنترول اللي انا عم باخذها من النشره لانه بجوز يكونوا مرضاي مثل ما قلنا نحن عندنا بوبيليشن، فالبوبيليشن تبعي بجوز يكون مرضى هي النشره، فانا بجي باخذ مرضى سرطان رئه من مشفى اسد الجامعي مثلا، فبدي اخذ كنترول كمان مشفى اسد الجامعي، بس بجوز المرضى اللي عم باخذهم ككنترولز من اسد الجامعي ما يكونوا مدخنين او ما يكون التعرض الموجود عندهم كافي لحتى ادرس هي العلاقه، فهمت شلون؟ انا بدي كمان تعرض لمجموعه كنترول لحتى ادرس، فبروح بجيب مجموعه كنترول من برات المشفى من الناس الاصحاء لحتى تضبط يعني معي قصه الاكسبوجر اللي حكينا عنه، حتى يصير اكسبوجر كافي. هلا الماتشنج، في عندي شيء اسمه ماتشنج، قال شو هو الماتشنج؟ مثل ما حكينا مجموعه كنترول يجب ان تكون مماثله لمجموعه الحالات، مجموعه الشاهد يجب ان تكون مماثله لمجموعه الحالات. فانا بده يكون في عندي ماتشنج، يعني مقابله الكنترول مثل الشاهد. كيف مثل الحالات عفوا، كيف بده يصير هذا الشيء؟ حاطين امثله طبعا انه مثل العمر، العرق، الجنس الى اخره. في عندي اوبشنز للماتشنج، يا اما انه ماتشنج وهذا شيء كثير سيء، اذا انا ما كانت عندي المجموعات المتشابهه شيء سيء جدا. رقم اثنين بعمل جروب ماتشنج، يعني والله عندي انا مجموعه الحالات هي عباره عن مثل ما حكينا مجموعه من الشباب بين عمر 25 ل 39، مجموعه كنترول او مثلا 90% منه بين عمر 25 ل 39، 10% كذا بين عمر كذا لكذا، نفس الشيء بده يكون الكنترول، يعني هون صرت عم قارن نسبه مع نسبه، مجموعه مع مجموعه، مو واحد مع واحد. تفرق عن الانديفيدوال ماتشنج المقابله الفرديه انه كل حاله من الحالات بيقابل حاله من الكنترول مشابهه لها، هي بتصير يعني لما ما بيكون عندي عدد كبير. الانديفيدوال ماتشنج ليك هو مكتوب انه غالبا بنستخدمه بالحالات اللي بالدراسات اللي عم بستخدم فيها الكنترول من المشفى، انه انا عم باخذ كنترول من مشفى معين، او بالامراض الوراثيه، لانه مثلا بتعرفوا الامراض الوراثيه ما بتكون يعني في امراض الاعداد فيها ما بتكون كثير كبيره، فانا بقدر اعمل انديفيدوال ماتشنج لكل كيس بقدر اجيب كنترول يقابلها مشابه لها. شو هي محاسن او ميزات الكيس كنترول ستادي؟ اول شيء اقل كلفه واقل استهلاكا للوقت، رقم اثنين الاكسبوجر، اذا كان الاكسبوجر غالي بيكون احسن، لانه انا يعني ما باكل هم انه مريضي والله بده يصير يدفع مصاري ليجيب اكسبوجر او كذا، خلص هون الاكسبوجر المريض هو اساسا متعرض له بالماضي. ثلاثه اذا كانت الجمهره اللي عم بدرس عليها كثير هيك عم يصير فيها تغيرات وفيات ولادات وكذا، هون بتكون صعب الفولو اب، صعب عم اعمل فولو اب لعدد سنين لقدام، فاحسن يرجع لورق اعمل كيس كنترول ستدي واخلص من هالسيره يعني. قالوا هي فعاله للرير ديزيزز، يعني الكيس كنترول ستدي افضل اذا انا بدي ادرس مرض معين، مرض نادر افضل، لانه خليني اقول إذا عندي مرض نادر وبدي بلش من التعرض لشوف إذا بيطور هذا المرض، بجوز جيب 1000 واحد، واحد منهم بس يطور المرض، بس لا أنا هون بروح بجيب اللي مصابين أساساً بالمرض وبسألهم لشو كانوا متعرضين. فالكيس كنترولز أفضل للأمراض النادرة، هلا بنشوف الفرق مع الكوهورت ستاديز. بينما الديس أدفانتجز أو مساوئ الكيس كنترول ستاديز سيلكشن بايس، إنه أنا بصير عندي انحياز باختيار المرضى، بجوز اختار بطريقة خاطئة، وغير فعالة مثل ما قلنا للرير إكسبوجرز، يعني قلنا هي منيحه للمرضى للامراض النادره بس سيئه للامراض عفوا للتعرضات النادره، يعني اذا بدي ادور على تعرض من التعرضات مثلا الاشعاعات النوويه، يعني هذا قديش نادر هذا التعرض؟ مين كم واحد بالحياه متعرض لاشعاعات نوويه مثلا غير تبعود هيروشيما؟ لا يعني ما بقدر الاقيهم بهي السهوله، فالكيس كنترول ما بتفيدني بهي الحاله. على التفجير هلا كثروا يعني بس بشكل كمان ممكن يصير عندي observation bias، انه انا كباحث لما بروح بدي اسال الحالات واسال الكنترولز بده يصير عندي بجوز انحاز لحدا معين. ثلاثه ما بيسمحوا بحساب الوقوع، انا ما بحسب الوقوع بالكيس كنترول ستدي، ما بقدر يعني ما بقدر اقول انه والله صار عندي وقوع بثلاث حالات جديده، لانه انا بلشت من المرض ورجعت لورا، ما عم شوف مين عم يصير عنده مرض من جديد. تمام. هلا الـ possible sources of bias في case control study مثل ما حكينا selection bias، هذا مثال كثير سهل وكثير حلو، ماخوذ من دراسه منشوره باللانسيت بعام 2002. قال هي الدراسه عباره عن مقارنه، عباره عن انه علاقه الانسيت مضادات التهاب الاستيرويديه بالكولوريكتال كانسر، سرطان الكولون المستقيم. قال لكم بالاول الجدول عم يقولوا لنا كان لازم بدنا بوينتر بس ما في الكيسز colorectal cancer patients admitted to hospital، انه الحالات اللي عم باخذها انا مرضى سرطان كولون مستقيم اللي عم يجوا عندي على المشفى. كنترولز بهي الحاله عم باخذها patients admitted to hospital with arthritis، يعني المرضى يلي عم يجوا على المشفى وما عم التهاب مفاصل.
تمام. هون وين الخطا؟ وين السلكشن تبعي انا؟ قال عملوا لي انه الكنترولز هون غالبا عندهم تعرض عالي للانسيدز، لانه نحن بنعرف انه التهاب المفاصل اول خط علاج التهاب المفاصل ذات نفسه. مثلا شو اول خط علاجي له؟ مضادات التهاب الاستيرويديه. فانا اذا عم بدرس العلاقه بين سرطان القولون المستقيم ومضادات التهاب الاستيرويديه ومجموعه الشاهد تبعي كانت مرضى التهاب مفاصل، فهدول قديش عم ياخذوا مضادات التهاب الاستيرويديه؟ يعني بجوز تطلع بالنهايه معي نتيجه انه مضادات التهاب الاستيرويديه ما عم تعمل سرطان القولون المستقيم، لانه مرضى الكنترول تبعي ما معهم من السرطان. هي قد تكون بتعمل، تمام؟ نعم؟ هلا هي كومباوندينج بنفس الوقت بايس، يعني انت اخترت تنقي هدول، انت اخترت تنقي اللي معهم ارثرايتس، انت الكومباوندينج انت بدون قصدك، بتروحي بتجيبي مرضى وشاهد وبدون قصدك بيطلع في كومباوندينج فاكتور، عرفتي شلون؟ فانا بس نحن هون نحن اخترنا ننقي المرضى اللي معهم ارثرايتس. حالة تانية إنه أنا إذا جبت الكولوريكتال كانسر بيشنس اللي عم يجوا عندي على المشفى، الكنترولز إنه هن المرضى اللي عندهم بيبتيك ألسر اللي عندهم داء قرحي. طيب نفس الوقت المرضى اللي عندهم داء قرحي 99% ما حيكون عم ياخذوا انسيدز، لأنه الانسيدز عم تعمل عندهم قرحة. فهون رح تطلع الانسيدز غالبا عم تعمل لي سرطان قولون مستقيم. تمام؟ فلازم ننتبه يعني دائما لانتقاء الكنترول أو لانتقاء الكيسز حتى ما نعرف شيء اسمه سيلكشن بايس أو انحياز الاختيار. اثنين ريكول بايس، وهذا اهم 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 احد مصادر انحياز بالكيس كنترول ستاديز، لانه عم يقول لك انه اذا اجيت انا سالت مريض انت كيف بتدخن؟ بجوز يكون عمره 80 سنه وهو واقف بدخان لما كان عمره 45 سنه وكان عم يدخن من عمر 25 سنه ل 45 سنه، طب هلا هذا بقى الزلمه يتذكر قديش كان يدخن من 25 ل 45؟ بقى يتذكر انه وقف بدخان ب 45 ولا وقف بدخان ب 35 سنه؟ عرفت شلون؟ هذا كثير بيأثر، يعني ريكول بايس هو لما انا اسال مرضاي والمريض يعطيني معلومات قد لا تكون صحيحه تماما فيما يخص التعرض تبعه. فهمناها؟ يعني هذا اسمه انحياز الاستذكار او انحياز التذكر، المريض ما عم يتذكر تماما شو اذا كان متعرض او لا، في مرضى بيقول لك لا انا ما كنت متعرض لهي الشغله، هو بيكون متعرض، بجوز انا عم بساله عن تعرض لشيء ماده كيميائيه بشيء معمل، هو كان موظف بالمعمل بس هو وكان بيعرف انه عم يتعرض لهي القصه انه عم يشتغل فيها للماده بايده، لا ما كنت متعرض، بينسى، خاصه اذا كان عن جد كبير بالعمر وخرفان يعطيه العافيه. النوع الثالث هو الكوهورت ستدي، الدراسات الحجريه. الكوهورت مثل ما حكينا انا عندي مجموعه population بجيبهم بقسمهم لمجموعتين cases وكنترول او عفوا exposed non exposed، يعني الناس عم تتعرض والناس ما عم تتعرض وبمشي معهم بالزمن حسب التعرض تبعي بحدد المده الزمنيه اللي بمشي فيها من 5 سنين 10 سنين سنه سنتين 3 اشهر 4 اشهر الى اخره. حلاوتها للكوهورت ستدي يعني بقدر احسب الانسيدنس بدي احسب الوقوع، لانه مثل ما قلنا انا بلش اكسبوجر وماشي لقدام، فانا حابب احسب اذا مرت زلمه حابب اقول والله انه صار عندي هذا الوقوع، واحد من 10,000 مثلا، تمام؟ انواع الكوهورت في عندي اوبن وفيكست، في عندي اوبن وكلوز، في عندي كوهورت اوبن لما بيكون عندي هي الناس عم تطلع وتفوت منها حسب الجمهره تبعيتنا، اذا عندي جمهره مليون زلمه انا الناس عم تموت، ناس عم تسافر، ناس عم تهاجر، ناس عم تمشي على البلد وتتجنس مول عنا، ولكن عرفت شلون؟ فانه ناس عم تطلع وتفوت، هي اسمها اوبن كوهورت، هي الكوهورت ما بتخلص يعني، هلا بنعطي مثال عليها. الكوهورت الثانيه واللي هي 99% من الحالات المستخدمه هي الكلوز كوهورت او الفيكس كوهورت. مثل ما مكتوب هون موست كوهورت ستاديز ار كوندكتد ان كلوز، مثل شو مثلا اليابانيين يلي نجوا من القنبله الذريه وهلا يعني متعرضوا للاشعه النوويه، انا بدرس عليهم، هن تعرضوا ومشيت معهم بالزمن شوف شو عم يصير عندهم تشوهات الجنه، شو عم يصير سرطانات الى اخره، هي اسمها كلوز كوهورت، يعني البوبيليشن ثابته، ما عم تتغير، ما في ناس عم تروح وتجي، تمام؟ هلا شو تصميم الكوهورت ستدي؟ مثل ما حكينا، عندي اكسبوزد ونون اكسبوزد بيمشي معهم بالزمن، هدول اللي عندهم اشاره اكس يعني صار معهم المرض. هدول اللي راحوا، تمام؟ من الاكسبوز في منهم صار معهم المرض، من الاكسبوز صار معهم المرض. نرجع لجدول اثنين باثنين، مثل ما حكينا بالكيس كنترول ستديز انا عم بحسب الاودس ريشيو او عم قيس التعرض، هون عم قيس المرض. لاحظوا رد عندي اكسبوز ونون اكسبوز وديزيز ونون ديزيز، قال A بس هون غيرنا القانون، هون صارت A على A زائد B، شو معناتها؟ هون معناتها انه الـ A هي المرضى المتعرضين والـ B هي غير المرضى المتعرضين، فانا عم بحسب الـ A يعني عم بحسب المرض بين المتعرضين. تمام؟ نفس تحت C على C زائد D، الـ C هي المرض بين غير المتعرضين. لسه
يلا حسنا عندنا برجع الريلاتيف ريسك هني قلت ريشيو هون بحسب الريلاتيف ريسك او الخطر النسبي. الريلاتيف ريسك هو عم بقيس المرض انا المرض هو اسم اي على اي زائد بي على سي على سي زائد دي مرض بيطلع معي اكثر بثلاث اضعاف بين المتعرضين من غير المتعرضين عرفت شلون؟ السرطان ريا اكثر بثلاث اضعاف بين المدخنين من غير المدخنين. الار دي او ريسك ديفرنس هو المرض عند المتعرضين ناقص المرض عند غير المتعرضين. لحش رحمه شو يعني relative risk أو risk ratio أو risk ratio في إلى كتير مصطلحات تحفظوها relative risk شرحناها شوية. risk difference هو عم يقول لي absolute effect يعني هنيك عم قارن مع الـ مع الـ exposure هنيك عم يقول إنه والله أنا عندي ثلاث أضعاف بين المتعرضين مقارنة مع غير المتعرضين إنه يصير المرض. أما هون عم يقول التدخين بيزيد نسبة سرطان رئة بثلاث أضعاف عم تلين the absolute effect تمام فهمناها على الفكرة. نصلي أسرع شوي. هلا selection of a cohort study population إذا كان عندي أنا عم بدرس تعرض معين تعرض كتير شائع مثل التدخين أو مثل البدانة بجيب يعني بأخذ من general population بأخذ من الناس العاديين اللي قدامي أو يعني قسم من general population مثل كمثال nurses health study دراسة ببريطانيا عم تصير على المولدات أو British doctors health study كمان إنه هاي دراسة عم تصير على الأطباء ببريطانيا عرفت شلون يعني أخذت الأطباء من 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 الجمهرة ككل من الشعب البريطاني مثل ما قلنا عندي population ككل باخذ exposed non exposed وشوف مين طور المرض ومين ما طوره. هلا إذا كان الريسك فاكتور أو تعرض أنا عم بدرسه نادي مثل occupational risk مثل تعرض للإشعاعات النووية وهذا باخذ جمهره معينه مثل هون حاطين مثال انه الجنود يلي تعرضوا للدايوكسين بفيتنام هذا الغاز او هذا الماده تم استعماله بفيتنام فباخذ جنود بتعرضوا يعني ما حدا تعرض له غير تبعون فيتنام عرفت شلون؟ هذا شيء نادر التعرض له. نفس الشيء اول الناجين من قنبله هيروشيما فانا هون ببلش من الاكسبوجر ونون اكسبوجر هنيك بجيب البوبيليشن تبعي وبقسمها للمجموعات بشوف مين عم يتعرض ومين لا. هون انا البوبيليشن جاهزه عندي بس بدي اشوف مين تعرض ومين ما تعرض شوف مين طور المرض ومين لا. هلا انواع دراسات عندي بروسبكتيف كوهورت ريتروسبكتيف كوهورت وامبي دايركشنال كوهورت. الامبي دايركشنال يعني بالجهتين بروسبكتيف يعني دراسه استقباليه بلشت بالتعرض ومشيت 10 سنين لقدام. ريتروسبكتيف هي دراسه كثير بتشبه كيس كنترول ستدي كثير ناس بيخلطوا فيها. ريتروسبكتيف شوفوا دائما نقطة البداية بالكوهورت تحفظوها نقطة البداية بالكوهورت هي الاكسبوجر مو المرض. كيس كنترول بلش بالمرض وبرجع لورا بالكوهورت بلش بالاكسبوجر. حتى بالريتروسبكتيف كوهورت بالدراسة الراجعة الكوهورت بلش بالاكسبوجر بس شو بساوي انا هون؟ بجيب المرضى اللي معهم المرض هن بيكونوا يعني خلص طوروا المرض وخلصوا برجع فيهم على الميديكال ريكوردز تبعهم على الاضابير الطبيه او على اضابيرهم بالمعمل اللي كانوا يشتغلوا فيه وبشوف على شو كانوا عم يتعرضوا وشو قصتهم المرضيه وشو صار خلال حياتهم تمام؟ ما بتقدروا تفهموها للميه يعني ما كثير مستخدمه بس لازم تفهموا انه حتى بالريسبكتيف كورد انا بلش بالاكسبوجر تمام؟ انا بلشت بالاكسبوجر وجيت شفت مين طور المرض. الريتروسبكتيف كورد كلها صارت بالماضي كلها يعني انا بس هون عم شوف شو صار عم وثق الشيء اللي صار بينما الكيس كنترول لا بيجي بشوف وبسال المرضى وبتابع. هلا شو هن المصادر اللي بنقياس بالكوهورت ستدي؟ البايس فروم نون ريسبونس اند لوس تو فولو اب. بالكوهورت بتموت ناس مثلا هذا لوس تو فولو اب ما عاد او مثلا زلمه هاجر وما عاد بيرجع تليفوناتنا هذا اسمه لوس تو فولو اب ما عاد بقدر اتابعه لهذا المريض لانه هيك بتصغر عينتي صار عندي انحياز انا اناليتيك بايس اخطاء انحياز تحليلي بتحليل النتائج الاحصائيه طلعت معي او مثلا بتقييم الاوتكم حسب الاختبار اللي عم نشوف اذا هذا عم نشخص من خلال الاوتكم قد تكون الاختبارات سبجكتيف مو اوبجكتيف يعني ما لها موضوعيه قد تكون ذاتيه وتاثر على تقييمي لحدوث الاوتكم لحدوث المرض او عدم حدوثه. انفورميشن بايس انحياز المعلومات حسب المعلومات اللي انا عم باخذها من المرضى بكل متابعه. Advantages of cohort بشكل مختصر انه مثل ما قلنا انا فيني احسب فيها الانسيدنس فيني احسب الريليتيف ريسك فيني احسب الريسك ديفرنس اللي هو عم يعطيني الخطر المطلق للاكسبوجر ريفيو ذا بوسيبيليتي ما كثير مهمين هدول. ديس ادفانتج اوف كوهورت هدول مهمين انه البروسبكتيف كوهورت ممكن تضطر اني اتابع عدد كبير من المرضى لوقت كثير طويل وممكن تكون كثير غاليه وكثير عم تستهلك وقت وما لها منيحه للامراض اللي عندها فتره كومون طويله لانه تشخيصها بيطول يعني اذا مرض والله بده يتشخص 10 سنين هذا الشيء مو منيح
كثير بتتابع مرضى لفتره طويله. لسه ستانجست اوف ريتروسبكتيف كوهورت، انا عندي الريكورد مثل ما انا برجع على الريكورد على اضابير المرضى. طب انا ما بعرف، مو انا اللي معبي هي الاضابير بايدي، فما بعرف فيها معلومات، قد تكون معلومات ناقصه. بس هي معلومه كثير مهمه لازم تعرفوها. وكوهورت ما منيح للامراض النادره، لانه ما حاقعد دوي لمده 10 سنين ليطور عندي 4 أو 5 بس المرض. ومثل ما حكينا انه عم يصير عندي لوست فولو اب، عم يسبب لي بايس، عم يموتوا المرضى، عم ينسحبوا، عم يهاجروا اللي هو، فعم يسبب هذا الشيء انحياز بالدراسه. هذا مثال كثير مهم على الكوهورت ستدي، ما زالت مستمره حتى الان. فرمنغهام هارت ستدي، هي فرمنغهام هي تاون بامريكا، جابوا البوبيليشن تبع كلها تاون صغيره، عدد السكان ما كثير كبير، صاروا يدرسوا عليها عوامل خطوره تطوير الامراض، تطوير الامراض، تطور الامراض الطبيه الرعائيه. تخيلوا انه يعني معظم الريسك فاكتورز الامراض الطبيه الرعائيه طبعا من هي الدراسه، فرمنغهام هارت ستدي. حتى لكم كاتبين يعني كاتبين انه home of the Birmingham heart study, the town that changed America's heart, البلد اللي تغير قلب امريكا. هذا عدد الدراسات المنشوره من دراسه برامنغهام، عدد البيبرات المنشوره من اول ما بلشت عام 1950 حتى عام 2014. لاحظوا كم بيبر، يعني بكل فتره من الفترات عم ينشر عدد البيبرات. ففيكم تتخيلوا قديش هي دراسه مهمه وقديش عم تقدم للعلم، وهي دراسه كوهورت، يعني ما راندمايزد كنترول ترايل او سيستماتيك ريفيو. انا بعيدي راندمايزد كنترول ترايل، بعرف اني تعديت وقت، بتحبوا احكي فيها ولا نقطعها؟ ما بعرف، يعني انا اسف اني تعديت وقت، بس حاولت استعجل قدر الامكان، بس يعني لازم نعطي هدول الافكار. حكي بس على السريع راندمايز كنترول ترايلز، انه ال عم يقول لنا هون اركي كوكرين او ارشي كوكرين، كلياتنا بنعرفه المؤسس الاول لمنظمه الكوكرين، اجى قال انه الدليل الرقابي، الدراسات الرقابيه اللي حكينا عليها، هو غالبا غالبا عم يكون غير مرضي للباحثين بنتائجه، وكل الابحاث فعاليتها كانت قليله لبدايه الخمسينيات لما بلشنا بالتجارب السريريه. طبعا في عندي اكسبشنز، في عندي استثناءات لهذا الشيء، هي الادويه مثلا يلي تاثيرها كثير كان واضح، مثل الانسولين. لما كشف الانسولين المرضى الاولاد كانوا عم يموتوا من الداء السكري، لما كشف الانسولين الاولاد صاروا يعيشوا. فهذا ما انا بحاجه والله اعمل ابحاث انه والله لحتى اثبت انه الانسولين عم يعيش المرضى، فخلص صارت واضحه. نفس الشيء السيفانامين هو احد الصادات، مو صادات سيفانامين لو مركبه والله نسيت البنسلين، عفوا البنسلين، لما اكتشف البنسلين نفس الشيء، يعني عمل ثوره بعالم الصادات البنسلين لما اكتشف، هو اول صار وما كان بحاجه لابحاث لاثبت لك ان البنسلين فعال بانهاء الانتانه. فيرست اوف ديزاين لارستين عملت بعام 1984 ونشرت في بريتش ميديكال جورنال، كانت عن معالجه السل الرئوي بالستريبتومايسين. هاي المقاله بس حطيتها لحتى نقول 75 ترايلز ان 11 سيستماتيك ريفيوز ا داي، في عندي 75 دراسه او تجربه سريريه، تجربه مو دراسه، 75 تجربه و11 مراجعه منهجيه عم تنشر يوميا. How we will ever keep up؟ اين نحن من هذا؟ نحن بسوريا، اين نحن من هذا؟ هن هي دراسه اجنبيه قصدوا How we will ever keep up، يعني انه هن كاطباء كيف رح يقدروا يتابعوا بهذا الشيء اللي عم يصير جديد بالطب؟ What is clinical trial؟ ببساطة clinical trial هي الدراسة اللي عم نجيب مرضاي نتداخل عليهم. أنواع التداخل أو أنواع، عندي individual versus group trials و phase of trial evaluating the drugs، يعني عندي دراسات عم شوف فيها أفراد ودراسات عم شوف فيها مجموعات ككل، في عندي دراسات هي لتقييم الأدوية الجديدة، يعني الدواء بعد ما أثبت إنه فعال على الحيوانات بدي بلش طبقه على الإنسان، في عندي أربع مراحل هي كلها اسمها clinical trial. أول شيء individual trials عم جيب عم حط التداخل على أفراد، group trials على مجموعة ككل. مثال عندي هاي الدراسة جلوكوز أمين كوندرويتين سلفات ودمج الاثنين مع بعضهم بعلاج الداء التنفسي المؤلم بالركبة. هاي دراسة على interventions، جبنا 3238 زلمة، استثنينا منهم 1155، صفي 1583، قسمناهم بقى لمجموعات، مثل ما حكينا لازم نقسم نحن المجموعات نعالج هيك أو هيك أو هيك، وشفنا النتيجة. هلا كان في مجموعة عم تاخذ دواء طفل، مجموعة عم تاخذ جلوكوزامين، مجموعة عم تاخذ روتين سلفات، مجموعة الاثنين مع بعضهم، ومجموعة سيليكوكسيد. بس هدول أفراد، يعني أنا جبت أفراد وعطيتهم الدواء.
بينما الجروب ترايلز، الجروب ترايلز على هي الدراسات اللي نسويها بنعملها لما بتكون الكيسز تبعنا، لما بتكون الدراسه تبعنا او الدواء اللي انا عم قيمه مثلا، ما بقدر والله اعطيه للناس واحرم ناس ثانيين منه لانه قد يكون فعلا فعال بالعلاج، او لما بيكون النتيجه اللي انا متوقعها حتغير بالبوليسي او باعتماد سياسات معينه او قانون معين لعلاج شيء معين او لا حتى نعمل شيء. فانا ما فيني اعمل اجيب افراد واعطيهم، وانا بجيب مجموعات. شو هذول المجموعات؟ قد يكونوا عائلات، قد يكونوا مدارس، قد يكونوا من المشافي مثلا الى اخره. فيز اوف ترايل ايفالويتد ان دراجز، مثل ما حكينا انا عندي الدواء بعد ما خلصنا منه تجارب على الحيوانات اللي طبعوا على الانسان، في عندي اربع مراحل لكل دواء. بالمرحله الاولى بجيب عينه اصغر من 100 زلمه وبشوف فعاليه هذا الدواء، وعفوا الامان تبع هذا الدواء هل هو امن بالنسبه للمرضى او لا. المرحله الثانيه بنتقل بكبر عينتي بتصير من 100 ل 200 زلمه وبشوف، برجع بشوف اذا هو امن، بشوف اذا هن عم يتحملوه، وبشوف بحاول احدد الجرعه الفعاله منه. المرحله الثالثه صار عندي 500 زلمه، بشوف اذا بشوف الفعاليه تبع الدواء، بشوف هل هو مقبول من قبل المرضى او لا، عم يعمل سايد افكتس او لا. طبعا هون لازم بس اعمل فيز 3، لازم يكون عندي اف دي اي ابروفال، يعني لازم يكون منظمه الغذاء والصحه الامريكيه موافقه على هذا الدواء لحتى اعمل هي الفيز. فيز 4 هون بعد ما انزل الدواء على الاسواق بقى بتابع انا، لانه قد يكون هذا الدواء مثلا اسمه له، عفوا هذا الدواء قد يكون له سايد افكت نادر ما يبين معي الا لما يطبع على عدد كبير جدا من المرضى، بيصير مثلا من بين كل 10,000 20 واحد عم يصير عندهم هذا السايد افكت. هلا شو هن الراندمايز كنترول ترايلز؟ هي كلينيكال ترايل، تجربه عم بعملها فيها تداخل بس عم تكون راندمايز، عم تكون معشات، يعني عم بعمل تعشيه. هذا تصميم الراندمايز كنترول ترايلز، عم جيب انا السؤال البحثي تبعي، عم حدد شو بدي، عم باخذ العينه تبعيتي، عم بعمل راندمايز، عم باخذ العينه بعدين عم اقسمها للتريتمنت كنترول جروب وتابع ووصل للاناليسيس بالنهايه. راندمايزيشن مثل ما حكينا، في عندي ممكن اعمل طرق ونقش، في ناس هلا بتعمل طرق ونقش راندمايزيشن، او عن طريق ارقام عشوائيه ببرنامج على الكمبيوتر. شو فوائد الراندمايزيشن؟ انا ما بقدر اتنبا شو بده يصير، ما بقدر اتنبا مين بده يشارك معي ومين ما بده يشارك، هذا الشيء كثير بخفف الانحياز تبعي وبيخليني اقدر اقارن، لانه انا طالما اخذ كل مرضاي بشكل عشوائي فانا بقدر حتى لو قسمت المجموعتين يكون في مقارنه بين هذول المجموعتين، وبقدر اعمل توازن بين الكونفاوندر. يعني ممكن مثل ما حكينا في عندي كونفاوندرز، انا بعرفهم في كونفاوندرز حتى ما بعرفهم، فلما انا بكون اخذ المرضى كلهم بشكل عشوائي ما عاد اقدر اعمل كونفاوندرز الى حد ما، تمام؟ لانه يعني خلص كل مرضاي بشكل عشوائي، يعني ما اجيت اخذت بس اللي عم يشربوا قهوه او بس اللي كبار بالعمر الى اخره. ومثل ما قلنا بنخفف انحياز الاختيار سلكشن بايس. اخر جمله ما بكون اياها هلا، الوكيشن كونسيلمنت عمليه كثير مهمه وكثير ناس بتخلط بينه وبين الراندمايزيشن. الوكيشن كونسيلمنت او اخفاء الاختيار هي بعد الراندمايزيشن، يعني بعد ما يصير عندي العينه تبعيتي صارت بالدراسه بدي اقسمهم لتريتمنت ونون تريتمنت جروب، بجيبهم وبعطيهم ظروف مثلا سوداء مو مبينه، كل واحد يفتح الطرف بنشوف انه هذا المريض بمجموعه واحد او هذا المريض بمجموعه اثنين، يعني ما بعرف كل مريض وين بدي احطه اذا بالتريتمنت او بالنون تريتمنت، تمام؟ هي اسمها الوكيشن كونسيلمنت، بتفرق عن الراندمايزيشن. الراندمايزيشن انا اخذت مرضاي بشكل عشوائي، الوكيشن كونسيلمنت كمان شيء عشوائي ولكن بعد الراندمايزيشن انا عم اقسم مرضاي بشكل عشوائي بين المجموعتين بدون ما انا اعرف وين عم يروحوا، عم بعطيهم ظروف كلياتها سوداء كلياتها مثل بعضها، فما عم بعرف هذا لوين وهذا لوين لبعد ما ينفتح الظرف. البلايندينج التعميه مثل ما بنعرف، في عندي دبل بلايندينج انه الباحث والمريض ما بيعرفوا اذا هو عم ياخذ دواء او بلاسيبو، في عندي سنجل بلايندينج بس الباحث والمريض بيعرف حاله اذا عم ياخذ دواء او بلاسيبو، الباحث ما بيعرف انه هو انا عم بعطيه دواء او بلاسيبو، في عندي ام بلايندينج وهي الأسوأ طبعا، بس في ما زال في دراسات ما بقدر اعمل فيها بلايندينج مثل الدراسات تبع التدخلات الجراحيه، ما بقدر اعمل تعميه مثلا كيف بدي اعمل فوت ان هذا المريض عم بعمل له جراحه هذاك المريض شو بدي اعمل له فوت بعمل له جراحه مشان انه بلايندينج يعني هون ام بلايندد. في دراسات بقدر اعمل بلايندد وما بكون معمول تعميه هي سيئه وبتعمل لي انحياز. انا اسف كثير سريع. التحليل اي شو التحليل الاحصائي اللي ممكن استخدمه؟ في عندي تحليلين بير بروتوكول اناليسيز وانتشن تو تريت اناليسيز، هذا ثالث از تريتد اناليسيز هو نفسه البير بروتوكول، فانا برجع باخذ بس الاول والثاني بير بروتوكول وانتشن تو تريت اناليسيز، هي اساليب التحليل الاحصائي بالراندمايز كنترول ترايلز. اول واحد انتشن تو تريت انه انا بحلل كل المرضى، عرفت شلون؟ يعني اذا في منهم انسحب ما انسحب مات ما مات كله كل شيء فات معي بالدراسه من اولها بدي احلله لحد بجوز يموت والله بعد شهر شو في له بيانات بهي الشهر بدي احلله، تمام؟ هي من انتشن تو تريت.
طبعا هي الاقل تسببا لان في هذا الانتنشن تو تريت. اما الاس ريكت او بير بروتوكول اناليسيس انا بس 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 بحل البيانات المرضى اللي بقيوا معي لاخر الدراسه. تمام؟ فهمنا الفرق بيناتهم. هنيك بحلل كل شيء، هون بحلل بيانات المرضى اللي بقيوا معي لاخر الدراسه فقط. هي ممكن تسبب لي بايس لانه بجوز في مرضى من اللي انسحبوا او في مرضى من اللي راحوا من الدراسه بتكون نتائجهم بتاثر بشكل عكسي على الشيء اللي حكيتوا معي. مثال صغير، كان عندي مرضى ذراعين لهي الدراسة، مرضى اللي عندهم أمراض دماغية وعائية سيريبروفاسكولار ديزيز، هون عم بعطيهم اسبرين وسيرجري، هون عم بعطيهم بس اسبرين. هلا اسبرين وسيرجري، سيرجري عم تنعمل بعد مرور شهر على بداية الدراسة. شوفوا أنا هون قبل ما أعمل سيرجري في 10 مرضى صار عندهم ستروك وطلعوا من الدراسة. بينما هون عندي 10 مرضى صار عندهم ستروك، وهون بالنهاية صار عندي 10 مرضى صار عندهم ستروك، بس هون بس اسبرين، أنا ما عندي تداخل ثاني. اما هون قبل ما اعمل الجراحه انا خسرت 10 مرضى، فاذا بدي اجي لساعي بالتحليل الاحصائي بين بروتوكول ان انا بحلل بس المرضى اللي وصلوا معي لنهايه الدراسه، فبهذا الذراع انا كم مريض وصل معي وصل 100؟ 90، لانه انا خسرت 10 قبل التداخل تبعي اللي انا عم قيمه اللي هو الجراحه، فانا بقيم 10 صار معهم ستروك بالنهايه على 90 مو على 100، طلع معي النتيجه 0.11. عرفت شلون؟ الخطر اللي عم نحكي عليه. اثنين هون بين بروتوكول 20، لانه انا عندي 20 مريض صار عندهم ستروك. انا الاوتكم تبعي عم شوف اذا بصير ستروك ولا ما بصير ستروك، بس انا عندي هون تداخل واحد اللي هو الاسبرين صار عندي 20 مريض عندهم ستروك، 20 على 100 0.20. هلا هون انتشن تريت، اذا بدي اجي انتشن تريت يعني حلل كل البيانات، عندي 100 مريض ضلوا 100 لانه انا قلت لكم بنحلل كل شيء 100، وعندي 20 واحد منهم صار عندهم ستروك، لانه هذول ال10 اللي رافقوا بالسيرجري انا كمان بدي اياهم، تطلع النتيجه 0.2. نفس الشيء هون كمان 20 من 100 0.2. هلا ال RRR relative risk reduction بنقله نحن ما بتكون اياه حاليا، بس هذا طريقه حسابه، قال بقسم هي على هي وبطرحها النتيجه من واحد. عرفت شلون؟ هو اخر شيء بيعطيني اذا يا ترى التداخل تبعي فعال او لا، انا هذا اللي بدي اياه اوصلكم. هلا اذا عملت هيك انا بطلع معي هون ال RRR 0.45، معناتها شو؟ معناتها الجراحه هون عم تكون فعاله بتخفيف الستروك، بينما هون اذا عملت هي الحركه بيطلع معي ال RRR 0. وهي هي الصح او هي الاس بايس، لانه الجراحه ما عم تخفف الستروك فعليا. فهمناها؟ بس بالسورسز بايس سلكشن، بايس حكينا عنه كثير، ميجرمنت بايس طريقه جمعي للبيانات، انا لازم تكون التيست تبعي اوبجيكتيف موضوعيه. بروسيجر بايس يعني المرضى تبعي ما بعملهم بشكل مماثل، اذا كنت انا بعرف مين اللي عم ياخذ دواء مين ما عم ياخذ دواء بصير بنحاز اللي عم ياخذ دواء. الاوبزرفر اكسبكتنسي بايس يعني انا كباحث بروح بشوف مرضاي بعرف انه ما عم ياخذ دواء، بصير دور على شغلات عنده اكثر ما بروح دور على الزلمه اللي ما عم ياخذ دواء. كل هذا هون بالبلايند بننهي هون، ما بنعود ناكل هون. الكونفاوندينج بايس مثل ما حكينا لازم نعمل randomization و crossover trials. randomization بعمل توازن بين ال confounder سواء كنا بعرفهم أو ما بعرفهم. ال crossover trials يعني أنا عندي مجموعتين، مجموعة A ومجموعة B، وعندي دوايين واحد واثنين. مجموعة A عم تاخذ دواء واحد ومجموعة B عم تاخذ الدواء اثنين. بعد ست شهور المجموعة A بتاخذ الدواء اثنين والمجموعة B بتاخذ الدواء واحد. أنا دورت الدواء على كل على المجموعتين، الدوايين المجموعتين أخذوا الدوايين. بهي الحالة أنا كمان بدي ال confounder قدر الإمكان طبعا. يعني ما حوصل لمرحله ما يكون عندي كومباوندينج ابدا، مستحيل. كونكلوجنز ما بدهم يعملوا كونكلوجنز، خلص بس تعرفوا انه الار سي تي شغله كثير منيحه بس هي ما لها بيرفكت، يعني الار سي تي ما لها شغله كثير بيرفكت، بالاضافه انه انا في كثير شغلات ما بقدر اعمل عليها ار سي تي مثل الانسيدنس والبريفلنس، مثل ما شفنا لازم اعمل عليهم دراسات رقابيه. عزت تشرفت اني اعطيت قدامكم، تشرفت اني اعطيت قدام اساتذه كثير كبار، وشكرا كثير لكم واسف جدا اني طولت، بس والله مبيت.